الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس السادس من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى ابن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى، باب علامات النصب. للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذيف، فانصب بفتح ما بضم من قدر في إلا كهندات ففتحوه مني، واجعل للنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عريف، والنصب في الاسم الذي قد ثني وجمع تذكير مصحح بيا، والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر كليحات من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى بن نور الدين العمريضي رحمه الله تعالى، باب علامات النصب كردق على مديد سباب كي كان لهذا محل ومبحث. للنصب كردق وحا أصغ ناضب وخبر مقدمة. للنصب كردق وحا أصغ ناضب خمس شن واي خمس شن ومن العلامات علامة كمد وهي شنتا فضحة فضحة وي وهي الأصل يضوى أسم. ألف وألف ألف وي عطف بلا عاطف، ألف وألف ألف وي كسر وكسر كسر وي ياء وياء ياء وي ثم انت أكد نور نور وي نون تاسو تنحذف حذف ميسة وي وحوكوين مركو علامات الإعراب كصوح الله. طيب رفع كصوح الله وذكتي كدم نصبك حجي واي مركو حوي للنصب كردق وحا أصغ ناضي منها من تلك العلامات علامتها حق خمس شن. للنصب النصب وحاوسون هذا كرد خمس شرع من العلامات، وإذا أردت بيانها عدنت هذا دون تنفي في يض فضحة وفضح على الأصل أصل، ولهذا قدمها الناظم، فلذلك قدمها الناظم الناظم كسا سور مري ألف وألف وي على النيابة عن الفتح، وثنى بها وكل بي لأنها تناسب وحيكها بونتا الفتح، أما وحيدان إذا أشبعت الفضحة يتولد منها ألف ما كان على نهاية فتحة للجيدة كسر كسر وي كسرة بهاي وتصمحا. للنصب كردق وحاو سكنا خمس شن علامة وهي شن تاسي فضحة فضحة وي أسر ألف وألف هي ألف كسر وكسر هي كسر كسر مركب وحاصلية محاكاة وحال لها نيابة عن الفتح فتح عليه النائب كتم الفتح حق الويد إن حركة عن حركة 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 النائب كان نقطة واجه ما ناوى فيه حركة عن حركة يا ما ناوى فيه حرف عن حركة حرف ما نائب نقطة حركة نائب كان نقطة. للنصب كردق وحاوسوا ناذي خمس شن شن علام وهي شن تاسي فضحة كردق وي ألف وألف ألف وي كسر وكسر حصرق وي وياء ياء ثم انت أكد نون نون وي نون تاسو تنحذف قأي سوى حذف نانيس وأفعال خمسة محالة أخرى حالة النصب جود وحاوي بحذف النون بحذف النون ثم نون نون وي نون تاسو تنحذف هي وي يلا دعنيس تان حذيف قائس هي النون حذف مارس فانصب بفتح ما بضم من قدر فعل إلا كهندات ففتحه منع
wuxuu bilaabay marka waxaa dii horta nasba shan calaamay leeda, shantaa waa fadxa iyo alif iyo kasra iyo ya iyo xadfunuun, shantaa waxaa asala fadxada, afarta kale waxay naa'ib ka yihiin fadxada. Masalada labaad, luqada carabiga ballaanaad aragt wax kastoo kor dhigan, haddaad aragto luqada carabiga wax kor dhigan oo la icraabiba haddaad aragta sideedaba shantan mid unbuu ku kordhigay, fadxa alif kasra iyo xadfunuun, shantaa waad ka weyday, ma kor dhignaan, haba shakin, haba shakin, hadduu kor dhigmi lahaa shantan mid ka mida lagu kordhigi lahaa. Fansib bifadxi maa bidamin qadr, fansib kor dhigay yaa daalibu arday, anta wa ifaacilku, insib ficlu amri mamin cala sukuun laa maxallahu min alicraab, wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiru anta man yataata alkhitaab bay dhahan, ruuxii lala hadli karo dhan wa fansib kor dhigay anta adigu bifadxin ay bifadxatin, fadxa waxaad ku kor dhigtaa maa ay ladiiki mawsuura wey qaadru fiica loo goday bidamin daban lagu goday ilaa ka hindaatin mila hindaatin hindaad oo kale mooye fafadxu hindaad in la fadxiyo munica waa la diiday. Wuxuu ku yihi nasbo shan calaamay leedahay markuu ku yihi fadxa iyo alif iyo kasriya iyo xadfu nuun, fadxadii ugu horreysay asalkaayd bilaa fadxa saddex boos bay dhigtaa wey, asalku waa kii ku dheejiya faama alfadxatu fatakuuna calaamatan linasb fii thalaathati mawaadica fi lismi lmufrad wa jamci taksiir walficli lmudaari idaa dakhala calayhi naasibu walam yatasil biaakhirihi shay. Meeshaa jamc manu saalim baa ka maqnaa soo maa, jamc manu saalim waxaa lagu kordhigaa kasra, waxaa isaga kordhigu ah kasra. Fansib kordhig marka xoolo damuu ku yihi, xoolo dama afar soo maahayn, ism mufrad jamcu taksiir jamc manu saalim ficil mudaari aladii lam yatasil biaakhirihi shay, xoolo damuu ku yihi waxaa lagu kordhigaa fadxa, waxaad ka reebi laakiin jamc manu saalim. Fansib kordhigay bifadxin fadxa waxaad ku kordhigtaa maa ayi ladii kii ku kordhig, maa ayi ladii mawaadicdii ku kordhig, mawaadicdii qadru fiica la goday bidamin ay bidamatin lagu goday, wixii dama lagu godi jiray oo ahaa ism mufrad iyo jamcu taksiir iyo ficil mudaaric saddexdaas fadxa ku kordhig. Xoolihii dambe waxaad iska reebi jamc manu saalim bas. Fansib kordhigay bifadxin fadxa waxaad ku kordhigtaa maa ayi ladii kii qadru fiica loo goday bidamin bidamatin lagu goday ilaa ka hindaatin midlu hindaatin oo kale mooye waa jamc manu saalim iyo mithaali. Fafadxu hindaad fadxintiisu, fafadxu hindaad in la fadxiyo munica waa la diiday. Feeri hadda halka dayib, fadxay meeqa boos, fadxa waxay degtay saddex boos, ism mufrad laba noocoo mithaalaa ka imaan, fadxa daahira fadxa muqadara, fadxa daahira ra'aytu zaydan, fadxa muqadara ra'aytu lfataa iyo ra'aytu muusa iyo ra'aytu leyla oo kali waay dayib. Ra'aytu ficlun wa faacil xaddu lficli ra'aya mabni cala sukuun litisaali bidamiir rafcil mutacarrib wa taa'u faacilu ra'aya mabni cala dami fi maxali rafcin زيد المفعول به منصوب علامة النسي فضحة ظاهرة في آخر رأيت الفتى وفتح المقدرة رأيت فعلها فاعل الفتى مفعول به منصوب علامة النسي فضحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر جمع تكسير لما مثال باكيما فتح ظاهرة رأيت الرجال فتح مقدرة رأيت الأسارى رأيت العذارى رأيت الجرحى رأيت القتلى رأيت فعلها فاعل الرجال مفعول به منصوب وعلامة النسي فضحة ظاهرة في آخره رأيت الأسارى رأيت فعلية فاعل الأسارى مفعول به منصوب وعلامة النسي فضحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذب فعل مضارع وحالة النسب جور فضحة إذا دخل عليه الناس ولم يتسل بآخره شيء لما مثال باك إيمان هلك لكن ملاحظة مهمة كجرة إسكافير فعل مضارع وحالة النسب جور فضحة وكرنية fadxada waa daahira iyo muqadara labada waa keena laakiin muqadarada waxadii waa bil alif faqat. Ficil mudaari oo xaalatu nasba jooga fadxada markii lagu qadara waa bil alifi faqat. Lan yakhshaa lan yardaa ama wow hadduu ku bukiya way muuqanaysa lan nadcuwa min duuni soo magaraysa an yatiya marka wuxuu ku bukoodaa ficil mudaari xaalatu nasba jooga
حكم بكوده بالالف فقط لن يضرب ويسوى كظاهرة لن حرف النفي والنصب واستقبال يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فضعة ظاهرة في آخره يسوى لو قدري وان ألف ككلية لن يخشى لن حرف النفي والنصب واستقبال يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فضعة مقدرة على الألف على الألف منع من ذريع التعذر فانصب كردي بفتح فتحة واحد كو كردكتا بفتحة ما أي الذي كي مواضعي قادر وفعل لقذي هو ماو بيضا من ضمن لقذي إن قادر وفعل الجملة ذا رفع فعل كماضي مجهولك إن يفعل كيسو هو والجملة من الفعل ونائب الفاعل سلة الموصول ولا محل لها من الإعراب ماذا سلوي والعايدنا الضمير هو عايدكنا ونائب فاعلك هو ذا فانسب كردقي بفضح فضحة وحادكو كردقتا بفضحتين يعده ما أي الذي كي مواضعي قدر فعل لقذي هو ما بضمن ضمن لقذي إلا كهندات هندات مويين ففضح هندات إلا فضحية منع والديد واجعل كيالي لنصب الخمسة شانتي نصبين تودي شانتي الأسماء أسماء الخمسة ومن إضافة صفة للموصوف وإيوه لنصب الأسماء الخمسة ماشي لديهراو واجعل كيالي لنصب الخمسة شانتي نصبين تودي شانتي على أسماء أسماء الله ألفاً بوهسنة صحيح ومفعول كي موكت إن جعلها لما مفعول كاربت ألفاً ألف كي المركة ألفاً محال لودي هو قار وحيدا ولضرورة النظم نظم يجيبه وحكم معانا وجعل النصب الخمسة الأسماء ألف وحيدا ماشي لدينا وجعل النصب الخمسة الأسماء ألفان كما هبون كما هبون وأرنك اللي إلى هذا الشعر كان سيدي سبا وقف الشقاق ماله روح في ماشي فيها وحاول الله فيرسان شدري وهراء شدري وهراء الله فيرسان عيا من بيان عشرة ذي هراء فيري بس يعنكوفان ما الوح حركة سعيد وحركة إسان فضم في اسم مفرد كأحمدي كأحمد ما دهس وقف ما كأحمدي ونظم وصوء صلاة مربى فيرنس وجمع تكسير كجاء الأعبدي كجاء الأعبد ما دهس وقف ما كان مركه وحاله مر لضرورة النظم ولغو فسر بسكون الفاء للضرورة شيء عليك ما عرفت وفسر هذا ما يتكمل علماء كانوا وحيدا ويحتمل أنه جرى على اللغة من يقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور ولغة الربيع إليهم قال كثيرا لغة وحاجرة من لغات العرب كم ذو تقف المنصوب المنون منصوب كمنون كم منصوبك سوك الأشياء ومنوك عليما حكيما أوكر ها وحيقو يستاكتا بصورة المرفوع والمجرور مرفوع المجرور كسو لكم يستاكي دين المنوك سكون عليم عليم سمع ولا حام ولا حام كمنصوب كان وين راعيا لغة الربيع عنا ويقام ركي لده منصوب كو يستاكي ألفا ألف ليس كده كوا كلمة شيء ده ألفا وديبا لجوا التجويد نمد العوض ويسو ما جرس مد العوض كوا كده هو الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمات مثل عليما حكيما ومتن هداية واتجرس واجعل كي لي لنصب الخمسة شنتي نصبين تاني شنتي على أسماء أسماء الله ألفا كي أسماء الخمسة حالة النصب جو ألف كل نصبي رأيت أباك رأيت فعل فاعل أبا مفعول به منصوب وعلامة النصب الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمس أبا مضاف الكاف مضاف إليه من عرفة في محل الجر واجعل كيالي للنصب الخمسة شنتي النصبين تيد شنتي على أسماء أسماء ذاهد ألفا كيال وانسب نصب بكسر حصر كل نصب جمع تعنيث ندق جمعيس جمع تعنيث كاسو عرف اللقاذين وانسب نصبي اي بكسر اي بكسرة جمع تعنيث تعنيث كجمعيس وذلك كهندات يا مسلمات وي
جمع تانيث كاسو عرف اللي فيما تقدم وحي صهر مري وحاكوه يعني بتمثيله مثال انتس وفي التنزيل خلق الله السماوات خلق فعل ماضي الله فاعل السماوات مفعول به منصوب علامة النسب الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع النفسان وانسب نسب بكسر هوصل إيقو حاتكون نسب ساع جمع تانيث لديك جمع اسم جمع تانيث كاسو عرف اللي تمثيله مثال كيس اللي فيما تقدم وحي صور مرام كوغان رأيت الهندات رأيت فعل يا فاعل الهندات مفعول به منصوب وعلامة النسب الكسر نيابة عن الفتح ما نابت فيه حركة عن حركة لأنه جمع مؤنث سالم وك وانسب نسبي بكسر هوصل يكون نسبي جمع تانيث لدك جمع جمع تانيث كاس عرف اللي والنصب النصب في الاسم اسمي دحي سبوها الذي اسمي اسو قث النيا اي قث النيا وي الف كواس كادراق قث النيا اللبلبيي اسم مثنى ها اي وجمع تذكير تذكير كجمع سي جمع مذكر وصان جمع غاسو جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيح يلي اي سالم بك دنت مصحح انت سالم بياء بو هذا النصب هاس فير هذا والنصب النصب في الاسم اسمي دحيسو هذا يينا تعلل جسو ده هو النصب النصب في الاسم اسمي الى النصب وكي رارتو الذي اسمي اسوق الثنية للبلبي يو جمع تذكير تذكير كجمع عيسي جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيحي علي وصالم بياء بو هذا النصب كائن بياء بيا امتابا خبر كي كده تبا جملوين كان كلا هذا روا معترض هذا بيا انت خبر كي كده نن والنصب النصب في الاسم اسمي دحدي سبو اهادي الذي اسمي اسوق الثنية للبلبي يو جمع تذكير تذكير كجمع اسم جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيحيا النصب النصب هذا النصب المذكور ها بياء بو هذا وعليه لكن وحافي عن بياء انت خبر كي كدي ايه ده خبر كي كدي والنصب النصب مركا وركي واضح راي ساوي راي دو حاوي لغم دي واسعت والنصب النصب في الاسم اسمي الا النصب وضم تعالو جيسي بس الذي اسمي اسو قد ثني الا اللبي مثنها ايه وجمع تذكير تذكير كجمع عيسي جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيح يلي او جمع تكسير انا حيو وسالم ماشي ادب مصحح لي جمع تصحيح هذه لو دو جمع مذكر وسال جمع تذكير جمع تصحيح جمع فيو سالم اي وجمع واي وجمع تذكير تذكير كجمع جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيح يلي لا مكسر من جبنا هاين بياء بو أهال النصب هاس والنصب النصب في الاسم اسمه إلا النصب الذي اسمه أسوق الثنية للبلبي يو جمع تذكير تذكير كجمع اسم جمع تذكير كاسو مصحح لا صحيح يلي بياء يا بو أهال النصب هاس ويا اسم مثنى مركب محاله وكر ليا جمع مذكر سالم حاله النصب جوجا يا maxaan ku kala garanayna iyada waxa ku horeey fiir kordhig hadduu ku horeeyaa waa musanna raaytu zaydayn raaytu muslimayni raaytu rajulayni hadduu iyada koriyadu waa reebanta iyadu hoosri ku horeeyana waa jamac midakar usaan raaytu zaydina raaytu muslimin raaytu fi'liya fa'il azaydayn azaydayn muthanni wa maf'ul bi mansub wa alamatu nasbi aliya al-maftuh ma qabla al-maksur ma ba'daha niyabatan 'an al-fath li'annahu muthanna والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد رايت وحانارك الزيدين بعدها الزيدين مفعول به منصوب وعلامة النسب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده نيابة عن الكسر نيابة عن الفتح وكذا رايت الزيدين رايت فعل يفعل الزيدين مفعول به منصوب وعلامة النسب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد
والنصب النصب في الاسم اسمه إلا النصب الذي اسمه أسوق الثنية للبلبي إيه وجمع تذكير تذكير كجمع اسم جمع تذكير كصوم صحح لصحيح يلو صالم وفيو بياء بو آذي نصب كائن بياء يا أبو هذا يا أبو الغو نصبية مثنى إيه جمع ذكر سالم والخمسة شانتي شانتي ألف عالو ألف عشاي حيث ميلتان تصيبو أي كرلي قمتو فحذف نون الرفع نون رفعها قوينتيس يجب واجب حذف كاسادي هو حذف كمطلقا كالقاس الآن مطلقا من غير تفصيل حق القاس أفعال خمسة محال وقر حذف النون والخمسة شنتي الأفعال أفعاشي حيث ميل تنتصب أي كرلي مي فحذف نون الرفع نون رفعها قوينتيس يجب واجب هو حذف كاس مطلقا حالو يهمد على كرقادين حذفك كحالة والخمسة شنتي شنتي الأفعال أفعاشي حيث ميل تنتصب أي كوردنج مي فحذف نون الرفع نون رفعها قوينتيس يجب واجب هو حذف كاس مطلقا حالو يا حذفك ميد على كرقادين لما أنتو دمونكو اللقين أفعال خمسة محال وكرنيغا أفعال خمسة حالة نسبج ومحال وكرنيغا حذف النون حذف النون لن يفعل لن حرف نفي ونصب واستقبال يفعل فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع halkan wuxuu ku yiraahaa ku jajabin ila an yaafuna ruuxba bilow wuxuu dhig karaa yaafuna haye nuunki waaba joogaa ana waa gashay ha ila an yaafuna nuunka nuunu rafca maaha waa nuunu nisf wawguna waawul jamaa ma waa waawul ficil cafa yaafu cafa wuu cafiyey yaafu wa yaafu an kathiir quraanka soomaali cafa yaafu ha marka wogan ilaa an yaafuna wogeedaha ku jajabin buuk walaa yuradu laguma radin kara calaa dalika qowluhu tacaala ilaa an yaafuna intii na sharaxaysa lianna nuuna nuunta fi dhexiisaati laysad maaha nuuna rafci maaha bal iska daaya damiiru niswa nuunu niswa iska jir buuk walwaawu waawdu fii dhexiisaati laysad maaha waawal jamci bal waawal ficli weeye cafa yaafu weeye taa iska ama facala yafcalu ficilka mudaari wo markaa mii watay فعل يفعل ضرب يضرب افعال خمسه بركي لو بلا لو بها يضربون الديسما كان عفا يعفو وهو بنيه الكلمه كلمه كمل عفا يعفو دعا يدعو و لن ولن يدعو لن يدعو وكاس هو يوقع marka kan hadii la galeeyo daaye marka wuxuu ku leeyahay in la aan yaafuna ha ku sirma wal khamsatu shanti alaf alu afasha haythu mal tantasibu ay kordigni fa hadhu nun rafi nun rafa guintis yajibu wajibu huwa hadafkas mudlaqan haa ya hadafka mid aan la kala qaadin baa wa alamat al khabd ma la sarfi baa tan ku jiray yadoo والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانه وتعالى.